بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى اسمه نتوكل، منه دائما وابدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. فسلاما من الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم بأجمل تحية صباحية من هذا الموقع الرياضي من أرضية ميدان سيح صبرة، الذي أيضا انطلاقات الكبار سن الثنايا، المسافة 6 كيلومترات، عدد الأشواط 8 أشواط في هذه الفترة الصباحية، تتوزع أيضا ما بين البكار والقعادين المحليات والمهجنات الأصايل. انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين وعبر جائزة اتحاد سباقات الهجرة العربية الأصيلة، حيث أنه يأتي بهذا التاريخ 27/12 لعام 2019، سباقنا 9 في ايضا انطلاقات هذا الموسم، والذي ايضا ينطلق في صباح هذا اليوم مع سن الثنايا. عسير على مقدمة الشوط والمركز الاول والصدارة في هذه اللحظات، تتقدم شاهينية مع المركز الاول في هذه اللحظات، وتقود ايضا المسيرة على الصدارة على مقدمة الشوط حربي بن حارب بن سعيد الخيلي، قدم الشاهينية مع المركز الاول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني أصبحت مصيحة مع المركز الثاني، وسهيل بن بطيب الهواش الخيلي غيرت على مقدمة الشوط المركز الثالث. أتابع المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة مع المركز الثالث، الوصول في هذه اللحظات والتقدم من خلال تواجد أيضا الطيارة أغدير بن عبيد بن علي الكتبي، قدم الطيارة مع المركز الثالث في هذا الانطلاق. المركز الرابع، أتابع المركز الرابع في هذه اللحظات والتقدم في هذا الأوان، والحضور مشاهدي الأعزاء في هذه اللحظات، وتأتي كذلك أيضا شواهين مبارك بن محمد بن مسري الهاملي، قدم شواهين مع المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس مشاهدي الأعزاء في هذه اللحظات تتقدم وتاتي بهذا الانطلاق بهذه التحديات، حيث ان تتقدم اللي هي ايضا روعه، ويقدم روعه مشاهد الكرام في هذه اللحظات. هناك ايضا القلندي بن مسعود بن سعيد العامري ياتي كذلك بدوره، القلندي بن مسعود بن محمد العامري يتقدم مع المركز الخامس، لكن اتابع بعد المركز الخامس حيث ان تتواجد ايضا اسامي واشعارات لها وزنها ولها ثقلها في عالم الساحر، اتت وشاركت في هذا الانطلاق واتت بهذا الابداع الاول الصباحي، حامله امال وكذلك طموح بالفوز والناموس والانتصار. هكذا الاسماء وهكذا اللقطه التي ذكرتها اليكم مشاهدي الاعزاء في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمره ما بين هذه الشعارات التي اتت وانضمت في هذا الانطلاق. رابد ملعودة مع مقدمة الشوط والمركز الأول والصدارة في هذه اللحظات، تتقدم مصيحة مع المركز الأول، هي من تقود المسيرة في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع الأول. أبكار أيضا المحليات الأصايل، هذه هي مصيحة من تقود المسيرة في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع الأول. يقدم مصيحة السهيل بن بطيب الهواش الخيلي على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات، وبقيادة سعيد بن ناصر الغيلاني من أحد أيضا المضمرين الذين لهم حضور كبير في عالم الساحر، يقدم هذه النوعية
يتابع هذا الشعار، اشعار السهيل بن بطيب الهواش الخيلي على مقدمة الشوط مع المركز الاول، بينما الطيارة مع المركز الثاني في هذا الانطلاق بهذه التحديات. انتصفنا المسافة وهذه هي الطيارة على مستوى المركز الثاني في هذا الانطلاق، يقدمها قدير بن عبيد بن علي الاكتبي، يا سلامي عليك. هذا هو يقدم ايضا اشعار المكتشف في عالم الساحر، يقدم هذه النوعيات، هذه هي ايضا دلل على صايل، بينما تابع المركز الثالث. التقدم مع المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. تأتي كذلك ايضا خوف مع المركز الثالث في هذه اللحظات، يقدمها مبارك بن محمد بن سهيل بن هدف العامري، يأتي بدوره في هذه اللحظات ويقدم مشاهد العزاء اللي هي أيضا خوف مع المركز الثالث. المركز الرابع، شوف الحضور وشوف التقدم من خلال تواجد روعة مع المركز الرابع في هذه اللحظات، الجلندي بن مسعود بن محمد العامري يتقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات والإثارة مشاهدين الأعزاء مع المركز الرابع، ويقدم اللي هي أيضا روعة مع المركز الرابع. شوف تابع روعة مع المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس هناك تقدم آخر ونشبه نشبه نشبه نشبه، هذه هي نشبه وصلت مع المركز الخامس في هذه اللحظات، يقدم نشبه بهذا التقدم وبهذا الابداع المستمر ما شاء الله وتبارك الله. مسلم بن حمد بن محمد السمح العامري يقدم نشبه مع المركز الخامس بهذا الانطلاق وبهذه التحديات. تابع لي ايضا هناك الاسامي الاخرى ولقطه سريعه، تابع لي وعمليه هجوميه مع هذه المجموعه الخلفيه التي ايضا لم يحين موعد دخولها الى حتى هذه اللحظات، اتت بهذا الاندفاع وبهذا الابداع وزحف نحو الصداره ايضا والمراكز الاماميه ما شاء الله. لكن هناك بعود مع مقدمه الشوط بعدما اتبعنا واتخذنا هذه اللقطه مشاهدين الاعزاء في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمره. هناك بعود مع ايضا الكوكب الرباعيه الاماميه، يا سلام، والنجوميه التي ايضا تتنافس لنيل الفوز والناموس والانتصار، وهذه الطياره وهذه مصيحه وكذلك ايضا روعه، وهناك ايضا اللي هي خوف، يا سلامي عليهن الاربع المراكز التي انفردت انفراد كلي مع اول الاشواط والتحديات الاولى الصباحيه. هذه هي مصيحه من تقود المسيرة في هذه اللحظات. وركز يا سعيد يا بن ناصر، أركز على هذا الشعار الذي عودنا أيضا دائما بالانتصارات الجميلة. لكن شوف الطيارة مع المركز الثاني، يقدم الطيارة غدير بن عبيد بن علي الاكتبي، يأتي كذلك بدوره في هذه اللحظات ويقدم الطيارة بهذا التقدم أيضا المثير. تابع لي هنا أيضا روعة 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 تتقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. الجلندي بن مسعود بن محمد العامري ياتي كذلك بدوره، يقدم اللي هي ايضا روعة بهذا الانطلاق المريع وبهذه التحديات، مصيحة وخوف والطيارة، يا سلامي على هذه المراكز الأربعة. تابع لي المركز الخامس، هل من قدومه هناك وتحدي في هذه اللحظات وبهذه ايضا الإثارة مع شعارات أخرى لم يحين موعد دخول، لكن تابع ايضا الكوكب الرباعيه الاماميه، روعه وخوف، يا سلام عليها. هذه هي روعه على مقدمه الشوط مع المركز الاول، يقدمها الجلندي بن مسعود بن محمد العامري، يا سلام عليك على هذا الابداع وعلى هذا ايضا الاثاره في هذه اللحظات. لكن روعه بدت ايضا بالمغادره في هذه اللحظات، يا سلامي سلامي عليها ما شاء الله. هذه هي روعه على مقدمه الشوط مع المركز الاول، راحت روعه وبتفلت ما بين يديكم روعه، يا سلامي عليها. شوف اندفاعها وشوف ابداعها في هذه اللحظات على مقدمه الشوط مع المركز الاول والعصافه الابطال، العصافه الابطال والمركز الاول، والتحديات ايضا المثيره في هذه اللحظات وبهذه التحديات، يا سلامي عليهم، يا سلامي عليكم يا ابن السلطنه، يا سلامي عليكم يا ابن السلطنه على هذا الابداع وعلى هذا التحدي والاثاره ما شاء الله.
وتبارك الرحمن. برزمان يبدو أن السلامات، برزمان يبدو أن السلامات ما شاء الله وتبارك الرحمن. سلام وتحية إلى أهالي المضيبي في هذا الصباح وبهذه التحديات مع اللي هي روعة، روعة سلوم السلطنة، سلام مع اللي هي روعة والعصافة البطان. سلامي وتحياتي القلندي بن مسعود بن محمد العامري لك التحية. المركز الثاني عند سعيد بن رضي بن عبيد الكتيبة، المركز الثالث عند أيضا بن هدف، والمركز الرابع سهيل بن مطيب الهواج لخيالي اللي هي مصيحة، والمركز الخامس تابع شوف الوصول في هذه اللحظات من خلال تواقي زعفرانة وعلي بن عوض بالغميسة الشامسي، نعم الشامسي اللي خطف المركز الخامس. هذه هي نتائجنا وتوقيتنا مع أهالي السلطنة وروعة القلندي بن مسعود بن محمد العامري لك التحية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. توقيت الزمني 9:32، تهانينا وناموس على فوز روعة وحصولها على المركز الأول. سلامي وتحياتي إلى ابن المضيبي في هذا الصباح.